بعد 5 سنوات من انطلاقه ينتهي برنامج تحدي الألفية وتنتهي معه مهام وكالة الشراكة من أجل التنمية المكلفة بتتبع الإنجاز. اليوم عقد اجتماع للشروع في إجراءات تصفية الوكالة وكذا تقييم مدى تحقيق أهداف البرنامج. أمين السليماني ورشيد بلحادي. آخر اجتماع لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية، فالوكالة على مشارف تصفيتها بعد أن أنهت مهمتها مع برنامج حساب تحدي الألفية. الميثاق ربط الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب لمدة 5 سنوات، قيمته المالية 700 مليون دولار أمريكي، وكل الأطراف راضية على الحصيلة. الحصيلة جد ممتازة. فيما يخص التحقيق وصلنا لحوالي 95%، فيما يخص الأداء وصلنا لحوالي 80%. وما غيبقى الاداء مستمر الى نهايه نوفمبر. الحمد لله، نجاح باهر. لقد عملنا سويا باخلاص واتقان وشراكه وصداقه واخوه، ونتائج كانت راضيه للغايه. برنامج تحدي الألفية استهدف الفئات الأكثر فقراً بالمغرب، ومجالات تدخله تنوعت بين الفلاحة الصغيرة، الصيد التقليدي، الصناعة التقليدية، إضافة إلى خدمات تمويلية. والقطاع ديال الصيد البحري والقطاع الفلاحة عرف نجاح كبير، حيث أنه توصلنا أنه لا التزامات ولا الأداءات، أن غادي نوصلوا فوق من 98% من البرنامج اللي هو مسطر. النتائج التي حققناها كقطاع والتي وصلت 97% من مستوى الإنجاز، وهذا رقم يثلج صدورنا بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك التجربة التي اكتسبها أطرنا التي تعتبر مهمة. نفس البرنامج خصص لقطاع الصناعة التقليدية ما يفوق 63 مليون دولار و122 مليون دولار لتأهيل الصيد البحري ومهنيه، وبفضله تم غرس أزيد من 53 ألف هكتار من الأشجار المثمرة وتهيئ أكثر من 700 كيلومتر من شبكة الري. الحكومة المغربية تأخذ دي زونغاجمون مع الالتزامات مع مؤسسة تحدي الألفية بأن كاع البرنامج اللي تبدا هنا وما كملش وفيهم غير قلال كلهم إن شاء الله غادي تكملهم الحكومة. وإلى غاية يناير 2014 سيستأنف إنجاز ما تبقى من المشاريع، ونسبتها لا تتعدى 5% من مجموع ما تمت برمجته.